عقد مجلس محافظة البصرة في دورته الرابعة الجلسة 16 لمجلس محافظة الجلسة الاعتيادية، وتم مناقشة أمور وفقرات في هذه الجلسة. من أهم الأمور اللي تقريبا اللي خرج بها مقررات الجلسة هو تصويت على جعل ناحية الثغر أو القائم أن تكون قضاء، وأيضا من مخرجات الجلسة هو مناقشة الميزانية والتصويت على دعم الميزانية، وأيضا مناقشة أمور عامة. من ضمن هذه الأمور عامة وحدث تصويت على استجواب رئيس هيئة استثمار البصرة، وأيضا مناقشة الأسئلة المعدة لاستجواب قائم مقام الزبير. والحمد لله والشكر كان أغلب القرارات هو بالتصويت بالإجماع على هذه القرارات في هذه الجلسة. سبقت الجلسة وجود السيد محافظ البصرة مع أخوتي في مجلس المحافظة لمناقشة أمور التنسيق بين الحكومة التشريعية والحكومة التنفيذية، وأيضا الدعم والعمل المتبادل بين هذه الحكومتين لمصلحة البصرة ولخدمة المواطن البصري. وأيضا حقيقة كانت الأسئلة الموجهة من الأخوة الأعضاء أو الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وكذلك الاقتراحات المقدمة من السيد المحافظ هي كلها تصب في مصلحة البصرة وصالح أبناء البصرة. يعني مسألة التخمينات حقيقة لا يضعها المحافظ ولا يضعها مجلس المحافظة، إنما توضع من قبل الجهة المستفيدة، وهي تعرف اليوم مشاريعنا مشاريع الصحة من قبل مديرية الصحة، ومشاريع الماء من قبل مديرية الماء، وهكذا باقي الكهرباء وغيرها. هذه الجهات والتربية، هذه الجهات لديها دوائر مشاريع، دائرة مشاريع، ولديها خبراء هم يقيمون المشروع ويضعون المبالغ التخمينية لهذا المشروع. هي ليش يسمونها مبالغ تخمينية؟ هي مو قطعية، هاي مبالغ تخمينية تخضع حقيقة للدراسة وتخضع للسؤال وتخضع للجهات المختصة، وبعدها تقر على أساس قيمتها الحقيقية للمشروع. فإحنا بالنسبة لنا اليوم من تجينا هيك مشاريع، بالنسبة لنا كمجلس محافظة هم عندنا اليوم استشاريين، وكذلك عندنا بالنسبة لنا هم نسأل أصحاب الاختصاص، وعلى ضوءها نقيم المشروع ونقيم قيمته الحقيقية ونتخذ الإجراء ونصوت على المشروع إذا كان حقيقة سعره يتناسب مع ما موجود في ما يطرح من قبل المختصين وأصحاب الخبرة. احنا اليوم اكو فد موضوع مهم هم اليوم بوجود السيد المحافظ حقيقة بمقترح من مجلس المحافظة، خصص السيد المحافظ مقاطعات لشريحتين مهمة من شرائح المجتمع البصري، هي شريحة الحشد الشعبي، إخواننا المجاهدين الحشد الشعبي، خصصت لهم 4000 دونم في منطقة أراضي الصبخ، وأيضا شريحة المهجرين أيضا خصصت لهم 4000 دونم في منطقة أراضي الصبخ. فنقدم جزيل الشكر لأخينا العزيز السيد المحافظ اللي التفت لهذه الشريحتين، شريحة شرائح مهمة لها دور كبير في الجهاد ولها دور كبير في التضحية. فمن هذا المنبر نقدم له جزيل الشكر ولكل الأخوة اللي ساهموا في هذا الإنجاز.